ينضم إلي الآن عبر الخط الهاتفي رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتور شرف حسان. مساء الخير. مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. إذن يعني البداية تكون مع خبر إيجابي إن صح التعبير، تمت المصادقة على ميزانية لبرنامج تحديات، وهو برنامج خاص للتعليم اللامنهجي في البلدات العربية. نعم، يعني بعد نضال وبعد جهد كبير بالأساس من قبل مديري ومديرات، من قبل مديري ومديرو ومديرات أقسام التربية والتعليم، ومن قبل النائب يوسف جبرين الذي طرح الموضوع من خلال لجنة رئاسة حقوق الطفل التي يرأسها، أعلن من قبل الوزارات الحكومية عن تجديد الدعم، ولكن مجرد وضع علامة سؤال حول تجديد الدعم، تجدد الدعم واستمرارية أي برنامج، عمليا هذا يسبب ضرر كبير. يعني فبدل الحديث عن تطوير البرنامج وتوسيعه وحل المشاكل التي نطرحها منذ فترة طويلة حول متعلقة بهذا البرنامج، يعني نرجع إلى الوراء ونخوض نضال حول مجرد وجود هذا البرنامج أو ذاك البرنامج. ولذلك يعني إدارة الحكومة للأزمة في هذه النقطة كما في هذه النقطة كما في باقي النقاط أو المواضيع تعكس أزمة كبيرة وتعكس خلل كبير، ومن يدفع الثمن في نهاية الأمر الأطفال والطلاب، بالذات الطلاب في ضائقة والطلاب تحت خط الفقر الذين يشكلون تقريبا ثلثي الطلاب العرب. نعم دكتور شرف، يعني نحن يعني في بداية ما يمكن اعتباره الأسبوع الثاني على افتتاح العام الدراسي، ولا تزال هناك أزمات كبيرة وعناوين كبيرة جدا، وهي الأخرى أيضا يمكن دمغها بالأحمر. هل هناك من حلول أو حتى خطط في الأفق لتجاوز أو لتقليل الأضرار والفجوات التي نواجهها هذه الأيام؟ للأسف مصطفى، مجتمعنا يتعرض لنكبة كبيرة في مجال التربية والتعليم هذه الأيام، يعني إضافة إلى كل ما الضرر الذي لحق بالطلاب وبالمجتمع في الموجة الأولى من الكورونا، الحكومة لم تقم بحل المشاكل التي ظهرت، بالأساس قضايا المتعلقة بالحوسبة والبنى التحتية وإعداد المعلمين. يعني فعلا في الأسابيع الأخيرة كان هناك نداء للحوسبة وما إلى ذلك، ولكن التحرك هذا جاء متأخرا ولم يجهز المدارس لافتتاح العام الدراسي، ولذلك يعني المشاكل التي نواجهها اليوم هي نفس المشاكل التي واجهناها في الموجة الأولى. هذا يقول بشكل واضح أن الحكومة لم تدرس أو لم تتعلم من الأخطاء ومن المشاكل التي كانت، ولم تبادر ولم تفعل أي شيء لحل هذه المشاكل، لذلك نعاني تقريبا من نفس المشاكل التي كانت في الموجة الأولى من الكورونا. وهذا مؤسف، بالذات اننا يعني قمنا كمجتمع عربي ومؤسسات المجتمع العربي منها لجنه متابعه التعليم بطرح القضايا في الوقت المناسب واجراء المسوحات اللازمه واحيانا التوجه الى المحاكم بالتماسات، ولكن هذه الحكومه تقود هذه الازمه بفشل واضح. ندفع جميعنا أثمن هذا الفشل ومجرد التخبطات التي نشهدها يوميا حول القرارات والتعليمات التي تتغير باستمرار، يعني هذا أيضا يعكس هذا الفشل ولا يعطي أي مجال لمن يعمل في الحقل من مديري ومديرات مدارس أو أقسام التربية والتعليم وحتى المعلمين أي إمكانية لبناء خطط لمواجهة المشاكل وطرح بدائل قد تناسب هذه البلدات المختلفة. دكتور شرف، يعني بين بلدة حمراء وأخرى خضراء قد يكون الفارق التحصيلي كبيرا، يعني أو التراكمي كبيرا في حال استمرت الأزمة في البلدات الحمراء. صحيح، يعني الفجوة التي تتسع ليس فقط بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، أيضا داخل المجتمع العربي، بين أيضا على أساس طبقي بين من يملك وبين الوسائل ومن لا يملك الوسائل، وأيضا الآن قد تتسع بين المدن والقرى الحمراء وبين التي أغلقت فيها المدارس وبين باقي القرى الأخرى. لذلك يعني برأيي أمر الساعة ومطلب الساعة هو أن يتجند كل مجتمعنا
بكل قوة من أجل وقف انتشار المرض وإرجاع هذه البلدات إلى تكون خضراء. يعني وصلت إلى هذا الوضع ليس فقط واضح بسبب فشل حكومي واضح للأزمة ونتهم الحكومة بشكل واضح ومباشر، ولكن أيضا دعنا نقول الحقيقة أن هذا أيضا بسببنا نحن، بسبب الإهمال وبسبب اللامبالاة وبسبب حالات عدم المبادرة بالذات من السلطات المحلية وعدم قيام الكثير من القيادات بدورها في إدارة الأزمة، وفي أن تكون أيضا مثالا للجمهور بقضية الالتزام بالتعليمات، والثمن بنهاية الأمر يدفعه أبنائنا. أنا أدعو الجميع يعني من على المنبر بأن نلتزم جميعا بالتعليمات، بأن يفعل كل شخص ما يستطيع أن يقوم به من موقعه كأب أو كأم في العائلة أو كمسؤول في مجتمعه من أجل أن نقلل من الضرر، لأن إغلاق المدارس يعني دعنا نقول أن هذا الإغلاق هو ليس الثمن الوحيد يعني الذي ندفعه، هذا يضاف إلى الثمن الباهظ الذي دفع أيضا في الموجة الأولى. عمليا طلابنا لم يتعلموا من شهر آذار لغاية اليوم، والآن يأتي هذا الإغلاق ليسدد ضربة جدية إضافية إلى التعليم العربي. يعني أنا أتهم الحكومة، ولكن في نفس الوقت أقول يعني خلينا نأخذ المسؤولية على واقعنا ونقلل من هذا الضرر وقسم من هذا الثمن ندفعه أيضا بسبب تصرفنا نحن. وللأسف أن في الكثير من الأحيان يعني هناك استمرار في نفس السلوكيات التي أدت إلى انتشار المرض. يعني ولم يكن على أمل أن نتدارك كل النتائج التي لا تحمد عقباها. دكتور شرف حسان، شكرا لك.